السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم محب قناة أم بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك، صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هعمل معاكم مربة المشمش. عايزين نستغل المشمش كده الأيام اللي احنا فيها ده اهي، ونعمل منه كل حاجة. نعمل مشمش المجفف، قمر الدين، العصير المركز للمشمش، هنتدلع وكمان هنعمل المربى بتاعتنا. يلا بينا نخش على الطريقة من مطبخ أم بلال البورسعيدية، أحلى طريقة لمربة المشمش وبأسهل طريقة، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هعمل مربة المشمش. هعمل المقدار على 1.5 كيلو مشمش. أول حاجة هعملها دلوقتي لازم أغسل المشمش كويس جدا بحبة مية وخل، وبعد كده نبتدي نفصصه ونقول السكر المستخدم بتاعنا قد ايه. يلا بينا. هبتدي بقى المشمش بعد ما غسلته بقطعه كده انصاف زي ما انتم شايفين اهو. المشمش كيلو المشمش بس بيبقى كيلو صافي بعد ما بتخرجي النوى، بياخد كيلو سكر، بس انا ما بحبش السكر بتاعه يبقى زيادة، فانا هحط على 1.5 كيلو مشمش دول احط عليهم 1 كيلو سكر. لو انت حابة بقى تزودي السكر حطي على كل 1 كيلو سكر، يعني 1.5 كيلو هيعملوا معاكي 1.5 كيلو سكر. عايزه السكر معتدل ومظبوط، ما يبقاش يجزع كده ويبقى السكر بتاعه زياده، اعملي زي ما انا هعمل. حطيت على 1.5 كيلو مشمش احط عليه 1 كيلو سكر. سهل خالص اهو، وقت ما انا فتحتها من هنا اهو كده خلاص. عايزين نستغل موسم المشمش بقى، وهنعمل بيه ان شاء الله، هنزل لكم كذا وصفه هتعجبكم ان شاء الله. شايفين سهله خالص، اخلص كله وارجع لكم. خلاص عملتوا كده كله زي ما انتم شايفين. لنجاح بقى المربى، عشان تبقوا عاملين حسابكم اللي احنا لازم نحط السكر ونسيبها منقوعه على القليله من 5 ل6 ساعات عشان المشمش ينزل الميه بتاعته ويتفاعل مع السكر. انا ما بقتنعش ان انا احط السكر واحطها على النار، غلط، مش هتطلع معايا كويسه. اما لما هتعمليها بالطريقه اللي بقول لك عليها ديت، الطريقه دي هي ناجحه 100% ان احنا نسيبها من 5 ل6 ساعات. والله العظيم جربوها فعلا مختلفة. اعملي المربى بالطريقة انك تحط السكر وتحطها على النار على طول، واعملي طريقة انك تعملي المربى وتسيبيها منقوعة. يلا زي ما اتفقت معاكم، 1 كيلو من السكر على 1.5 كيلو مشمش. لو عايزة تزودي خليهم اكتر، 1.5 كيلو. هسيبه بقى منقوع، وبعد ما هسيبه منقوع هبقى افرجكم عليه واوريكم النتيجة بقى بتاعته لما بيصفي المية بيبقى عامل ازاي. تابعوني. طبعا اهي ده انا كنت سايباه في التلاجة، شايفين اهو، اقرب لكم الكاميرا. ده المشمش نزل المية بتاعته والسكر ساح زي ما انتم شايفين كده داب. عايز بس اوريكم اهو، شايفين المية بتاعته اهو، ده السكر بتاعه. ابتدي بقى ارفعه على النار، اعلي النار يغلي غلوتين، وبعد كده هد على النار خالص لحد ما يستوي براحته. يلا بينا. كده انا حطيته على النار، هسيبه بقى لما يبتدي يغلي وافرجكم بقى على النتيجه. اهو شايفين انا بحاول اقرب لكم قوي، هي كده اخدت اول غلوه ووطيت عليها. هبتدي اشيل الريم الابيض اللي طالع، مش الخفيف، التقيل. شايفين انا بعمل ايه؟ باخد الريم التقيل، تمام. ويا ريت بقى بفرشه عندنا كده نبلها ميه، نيجي عند اطراف الحله، بصوا نمسح كده اهو، عشان انا مش عايزاها تسكر معايا، فيا ريت الحركه دي تتعمل. خلاص، وبعد كده نقعد نشيل الريم الابيض ده.
الدورين التقيل مش الخفيف، لان ده يبوظ لي من الصلاحية بتاعت المربى. شايفين قاعدة بشيله كده اهو، اقعد اشيله كده اهوت واحدة واحدة، والخفيف دوت بسيبه، الخفيف ده ببقى سايباه كده تمام اهوت. شايفين اهم حاجة الحلة اللي بنعمل فيها، انا مقربة لكم الكاميرا خالص، ما يكونش فيها التصاق. هبتدي بقى في المرحلة ديت، يا اما اعصر ليمونة يا اما احط حبة ملح ليمون. بصراحة انا هحط ملح ليمون بفضله. بحس ان الملح الليمون دوت يعتبر كانه ماده حافظه. وحاجه كمان جميله بقى، شايفين عودين قرنفل نحطهم عليه، بجد بيغير طعمه. وممكن تحط قرفه، ممكن تحط جوز الطيبه، جوز الطيبه بتدي طعم جميل ليه. جربي كده وشوفي هتلاقيه جميل جدا. قرنفل كده يعتبر المربى بتاعتي خلصت. هبتدي بقى في المرحله دي، عايزاها تفضل مربى وفيها قطع تمام. عايزه تعملي لها ضربه بالهاند بلندر، اعملها ضربه بالهاند بلندر. انا هعمل دلوقتي ضربه واحده كده بالهاند بلندر، لان انا مش عايزاها لا جامده قوي ولا كريمي قوي. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده، انا عايزه ايه، هي اصلا يا دوبك هتتهرى على طول. وهطفي بقى عليها النار. انا بس عايزه اوريكم انا كل ده قاعده مقربه الكاميرا عشان عايزاكم تتفرجوا بس ايه على المنظر بتاعها. ثانيه واحده بقى اجيب المعلقه وافرجكم. بسم الله. شايفين شايفين المربى عامل ازاي. في بردك حاجة بردك عايزة، انا بالنسبة لي مش هتقل المربى اكتر من كده. خلاص كده خلاص المربى بتاعتي. في المرحلة دي بيحبوا يحطوا جيلاتين، يجيبوه من عند العطار ويدوبوه ويحطوا الجيلاتين عشان يحسوا بالقوام بتاع المربى. انا بالنسبة لي المربى كده تمام، بس انا عشان احس اللي هي مربى زي الجاهزة بعمل ايه، ما بجيبش جيلاتين. شايفين بواكي الجيلي، بجيب جيلي بالمشمش عشان يدي طعم وادعمه. هحط الباكو من جوه اهو ظرف، هفضيه في نص كوبايه ميه واقلبه، وهبتدي هحطه مع المربى بتاعتي عشان يتقلها لي ويدي لها القوام ويزود من طعم المشمش بتاعي فيه. مش حابه براحتك عادي، ممكن تسيبيه كده المربى بتاعتي خلصت، بس انا حابه ان انا ازود من طعم المربى. زي ما انتم شايفين كده حطيته في نص كوبايه وبقلبه كويس اهوت. انا مقربه لكم الكاميرا كلها على المربى عشان تبقوا شايفين متابعين معايا كل حاجه لحظه بلحظه. هبتدي بقى انزل بالمشمش بالجيلي بتاعي. بسم الله. واتفرجي بقى على المربى دي لما تخلص. 5 دقايق على النار وبكده المربى بتاعتي خلصت. وابتدي بقى افضيها في البطرمانات بتاعتي وهتشوفي احلى مربى. هسيبها لما تبرد وافرجكم عليها، تابعوني. بسم الله ما شاء الله. شايفين بقى ايه المربى بتاعتنا عامله ازاي. ومش قادره بقى اقول لك ايه اللي هي مظبوطه بالتكه بالميزان فعلا. السكر بتاعها معقول جدا، المزوزية اللي فيها لذيذة جدا، طعمها رائع جدا جدا جدا، هتعجبكم. وهبتدي بقى يكون عندي بطرمانات، نكون غسلناها بمية سخنة
اهم حاجه ان نكون غسلينها بميه سخنه عشان تبقى متعقمه. وبعد كده ابتدي اعبي البطرمانات كده واحده واحده. يعني انا عندي بطرمانه اهو، عبي في اللي انت عايزاه، غسلاه ومصفياه بميه سخنه، وهبتدي بقى اعبيهم. وبكده تبقى انتهت الوصفه بتاعت المربى بتاعتي، هعبيها في البطرمانات بتاعتي وانتهت كده. وفضلا وليس امر، لو عجبتكم يا ريت نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها، وانتظروني في كل جديد للمشمش. باي باي.